السلام عليكم. نشوفوا ليكزارسيس 51. عطاوني تروا امبيدونس اندكتيف ار ال سيري ايدونتيك جروبي اون نيتوال سون نوت sont alimentés par un réseau triphasé 220 volts 380 50 Hz. La puissance active consommée vaut P égale à 2570 watts et réactive Q égale à 1930 watts. Bienvenue à la première question. Calculer le courant en ligne, le facteur de puissance, l'impédance Z, la résistance R et l'inductance L. Voilà. Donc, on dirait le schéma d'Yenna. عندنا trois impédances identiques RL série. Donc هذه الاولى RL. Donc بحالها voilà. الثالثة هي هذه. Alors عطاوني لو غروبمون اطوال. فوالا دونك هذا هو الغروبمون اطوال. دونك هاد لا شارج دابا راهي كوبلي اون اطوال، غادي نالمونتيوها بار ان ريزو 220 فولت 380. دونك دونك هنا غادي نعطيها لي فاز. دونك لا فاز الاولى ها هي، كذلك لا فاز الثانيه، ولا فاز الثالثه. الو بالنسبه للنوتر ما غاديش يديستريبيا، علاش؟ لان لا شارج راها ايكيليبري. دونك هذا لو نوتر وهادو لي فاز. دونك قلنا هاد لو نوتر نتاع لا شارج سميلو ان بريم، يعني فيكتيفمون يعني هو راه بحال اللي راه مرولي، ولكن فيزيكمون يعني بلا ما نديرو هاد لا ليزون هادي. علاش؟ يعني شفناها في الكور ان فاش تكون لا شارج ايكيليبري في ليطوال، لو بوتونسييل نتاع لو نوتر نتاع لا شارج كيكون هو نفسه البوتونسييل نتاع لو نوتر نتاع الريزو. وبالتالي بلا ما ديرونجي راسك ودير ان فيل يعني ما بين النوتر نتاع لا شارج والنوتر نتاع الريزو، في الحاله نتاع فاش تكون عندك لا شارج ايكيليبري. امتى كيكون لا ليزون اوبليغاتوار؟ فاش تكون لا شارج ديزيكيليبري. فوالا دونك هنا عطاوني لا بويسونس اكتيف اللي غادي تكونسوميها لا شارج بي، شنو عطاوني فيها؟ بي ايغال عطاونا 2570 واط. بالنسبة لا بويسونس رياكتيف كيو ايغال 1930 فار. دونك لو ريزو اللي رانا خدامين عليه سي ان ريزو 220 فولت 380. دونك لا تونسيون اونتر فاز U، هاد الحالة U غادي تكون هي 380. Voilà. Tension simple V. Voilà tension entre phase et neutre. Là, du compte, 220 volts. Donc, بالنسبة للسؤال الأول، قال لك كالكولي لو كورون في لا لين. Alors, le courant في لا لين هو هذا الكورون هذا. Alors, هنايا نشوفوا لي دوني اللي عطاونا، عطاوني ال P وعطاوني ال Q. Alors, ممكن نجبدوا ال S. علاش بالضبط الاس؟ لان الاس فاش تكون عندك لا شارج ايكيليبري، الاس كتساوي راسين دو 3 فوا U لا طونسيون كومبوزي فوا لو كورون في لا لين. دونك وبالتالي لو كورون اي شنو غادي يساوي لينا؟ الاي غادي يساوي لينا الاس سور راسين دو 3 فوا لا طونسيون U. دابا الاس غادي نديتيرمينيوها بالتيورام دو بيتاغور، حيت عندي البي وعندي الكي. اور S égale racine P carré plus Q carré. Il y a dit Céline, Hsbouha. Donc, on dit racine P, Fiha Elfino Hsmia Osbein au carré. Z id Elf Otsemia Otletin au carré. Égale.
دونك عندي فيها 3214 فاصلة صفر دونك 3214 فولت أمبير. دابا نسنتجو لو كورون، حيت قلنا لو كورون شنو كيساوي؟ كيساوي الاس على جدر 3 في الاو. دونك شنو غتعطيني في هذه؟ هذا هي الاس، غادي نقسموها على من؟ على جدر 3 في الاو. الاو هو لا طونسيون كومبوزي اللي هو 380 مضروبه فاش؟ مضروبه في جدر 3. الو عندي فيها 4.88 امبير. دونك عندنا هنايا 4.88 امبير. دونك هذا هو لو كورون في لالي. دائما في نفس السؤال طلبوا مني الكورون في لالين وطلبوا مني لو فاكتور دو بويسونس. الو بالنسبه للفاكتور دو بويسونس كوس في، دونك بالنسبه للكوس في شنو كيساوي؟ كيساوي بي سور اس. الو البي عطيني اللي فيها 2570 والاس حسبناها لقينا فيها 3214. دونك الكوس في شنو غادي يساوي؟ 2570 مقسومة على 3214. لو عندي فيه زيرو شحال؟ زيرو تسعة وسبعين. زيرو تسعة وسبعين. دونك هذا هو لو فاكتور دو دو بويسونس. كذلك بغينا لامبيدونس زد. الوغ اللي غادي تكون ليا هاد الار ال سيري، حيت في الاول قالوا ليا الديبول ديالنا او لا شارج ايكيليبري مكونه ب 3 امبيدونس ايدونتيك، ودوك لي امبيدونس مكونين بشاكون بار اون ريزيستونس اون سيري افيك اون انديكتونس ال. دابا حنا بغينا الزاد نتاع واحد الار ال، واحد الزاد. الوغ ديجا كنعرف الكورون اللي غادي ترافيرسي هاد الزاد هذا. الوغ باش نلقى الزاد خصني نعرف لا طونسيون اللي يكون او بورن ديالها. الوغ شنو هو لا طونسيون اللي غادي يكون او بورن ديالها؟ وهو لا طونسيون سامبل. يعني هاد لا طونسيون هذا شنو هو؟ هذا هو لا طونسيون في اللي كيساوي 220 فولت. علاش؟ لان قلنا هاد لو نوتر تاع لا شارج راه بحال راه مرولي مع لو نوتر تاع لا سورس. فاش تكون عندك لا شارج ايكيليبري، وبالتالي هاد الفي غادي يكون عندك لا طونسيون كومبوزي او 380 مقسومه على جدر 3 اللي غادي تعطيك 220. صافي، دونك عندك لو كورون اي حيت لا شارج ايكيليبري نفس الكورون افيكاس اللي غادي ترافيرسي شاك لي. دونك عندك لو كورون اي وعندك اللي غادي ترافيرسي واحد الزاد وعندك الفي. صافي غادي دير في سور اي تعطيك الزاد. دونك الزاد دونك زد شنو غادي تساوي لينا؟ تساوي في سور اي. الوغ في فيها 220 فولت والاي شنو فيها؟ فيها 4.88. ها هي هادي. دونك الفي فيها 220 والاي فيها 4.88. نحسبوها. ديفيزي بار 4.88. عندنا في 45.08، دونك حنا غادي نديو غير 45 اوم. فوالا دونك هذه هي الزاد اللي غادي تمثلها واحد لو سيركوي ار ال سيري. دائما نفس السؤال طلبوا منا الزاد وطلبوا منا لا ريزيستونس ار. الوغ الو بالنسبة لا ريزيستونس ار، الى بغيت انا نحدد القيمة نتاع ار، انا كنعرف الكورون اللي راه كيترافيرسيها. الكورون اللي كيترافيرسي الزد هو نفسه اللي كيترافيرسي الار. الو الى بغيت نخدم بالوادوم يخصني نعرف لا طونسيون اللي غادي يكون ابليكي على الار. الو هاد لا طونسيون انا ما كنعرفوش، حيت حنا كنعرف عندنا 220 ما مابليكيش على الار، مابليكي على الار ال كاملة. داكشي علاش فاش حددنا الزاد درنا في على اي.
دابا ما عنديش انا لا طونسيون اللي مابليكيغي على الار باش غادي نقسمو على الاي ويعطيني هاد الار. الوغ مين غادي نفوتو لها؟ غادي نفوتو لها بلا بويسونس اكتيف، حيت هما عطاولي هاد لا بويسونس اكتيف هاد 2570 واط، هي لا بويسونس اكتيف اللي غاتكونسوميها هاد لا شارج بيان سور تري فازي اكيليبري. وانا كنعرف ان لا بويسونس اكتيف اللي مسؤول عليها وهما لي ريزيستونس، ودابا لا ريزيستونس ديالنا الكورو اللي كيترافيرسيها حنا ديجا حددناه. دونك وحنا كنعرفوا في الدرس ان لا بويسونس اكتيف اللي كتكونسوميها اون ريزيستونس يترافيرسيها اللي كيترافيرسيها ان كورو اي كتساوي ار فوا اي او كاري. دونك عندك هنا ار اي او كاري هي الاكتيف اللي غادي تابسوربا بار شاك فاز. دونك يعني هاد 2570 وات هي لا بويسونس اكتيف اللي غادي ياكلوها بهذوك ثلاثه بهم. دونك غادي نديرو بي غادي تساوي ار اي او كاري مضروبه في ثلاثه، يعني ثلاثه بهم غادي تساوي لينا هاد 2570 ونستنتجو الار. دونك غادي نديرو شنو؟ بي كتساوي ثلاثه فوا ار فوا اي او كاري، وبالتالي الار شنو غادي تساوي لينا؟ غادي تساوي P ديفيزي سور 3 اي او كاري. فوالا دونك P شنو عطاوني فيها؟ البي عطاوني فيها 2570 ديفيزي سور 3 فوا لو كورون او كاري، الكورون ديجا حددناه 4.88، دونك 4.88 او كاري. دونك شنو غيتعطيني الار؟ ايكال البي قلنا 2570 مقسومة على من؟ مقسومة على 3 مضروبة في لو كورون اللي هو 4.88 او كاري. شنو غادي تساوي لينا؟ 35.97 اوم. 35.97 اوم. دونك هادي هي لا ريزيستونس اللي كتكون داك الزاد. كذلك دائما في نفس السؤال حددنا لا ريزيستونس ال وبغينا حتى لانديكتونس ال. الو نفس الشيء نفس الريزونمون اللي درنا على لا بويسونس اكتيف غادي نديرو على لا بويسونس رياكتيف. هاد الرياكتيف اللي عطاوني فيها 1930 فار، هاد 1930 فار راهي اللي كتابسور بها هاد لا شارج كامله اللي مسؤول عليها وهما لي زانديكتونس. وحنا كنعرفوا في الدرس ان واحد لانديكتونس اللي كيترافيرسيها واحد لو كورون كتابسوربي واحد الرياكتيف اللي كيساوي ال اوميغا فوا الاي او كاري. دونك هاد 1930 راه كيابسوربيها هاد ثلاثه ديال لي زانديكتونس بثلاثه بهم. دونك غادي نديرو 3 ال اوميغا اي كاري هي الرياكتيف اللي كتاكلها هاد لا شارج بيان سور بار سي زانديكتونس، وهي اللي غادي تساوي ليا هاد 1930. دونك شنو غادي نكتبو؟ الكو غادي تساوي لينا 3 ال اوميغا فوا اي كاري. دونك ال شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي الكو مقسومه على من؟ على 3 مضروبه في اوميغا فوا اي او كاري. الكو مقسومه على 3 فوا اوميغا فوا اي او كاري. شنو غادي تساوي الكو؟ عطاوني فيها 1930 فار ديفيزي سور 3 فوا اوميغا اللي هو 2 بي اف، يعني 2 بي في 50 مضروبه في الكورون او كاري اللي هو 4.88 او كاري. الو شنو غادي تعطيني؟ ال ايغال الكي قلنا فيها 1930 غادي نقسموها على من؟ على 3 مضروبة في 2 بي مضروبة في 50 مضروبة في اي او كاري اللي هي 4.88 او كاري. دونك ايغال عطاتني 0.085. دونك غادي نديرو 85.98 ملي هنري. دونك غادي نديرو فيها
85 فاصلة 95 ميلي هانري، هي هذه. واحد لا رومارك، ان هاد ال ممكن ان نحدوها بطريقه اخرى. الوغ كيفاش؟ حنا ديجا عندنا الزاد. حنا لا ملي كنقلبوا، حنا دابا كنقلبوا على هاد ال ال. دابا حددنا ال ار، وقبل من قبل ما نحدوا ال ار حددنا الزاد. الوغ اللي ولا الكور، فاش كنا نهضروا في المونوفازي تاع واحد الفيديو هضرنا على لو سيركوي ار ال سيري، لقينا لامبيدونس زاد ديال لو سيركوي ار ال سيري شنو كتساوي؟ لامبيدونس زاد، دونك هادي غير ملحوظه، زاد شنو كتساوي؟ كتساوي ار او كاري بلس ال اوميغا او كاري. دونك هادي ديجا شايفينها في الدرس. دونك هنايا حنايا حددنا الزاد ومن بعدها حددنا الار، دونك نقدروا نلقاو ال. دونك كيفاش غادي تولي عندنا ال اوميغا؟ غادي الى رفعت او كاري، هنايا رفعنا او كاري، تولي الزاد او كاري ونقصوا منها ار او كاري. دونك ونديروا لها الراسين، دونك الزاد كاري يمشي هذا الراسين اللي عندي هنايا، ونقصوا ار او كاري، ها هي، ونرجعوا الراسين تبقى لي ال اوميغا. دونك تولي لك ال ال، وشنو غادي تساوي؟ ال ال غادي تساوي الراسين ديالاش نتاع زاد كاري موا ار كاري على من؟ على اوميغا. فوالا نورمالمون خصنا نلقاو نفس النتيجه، نحسبوها ونشوفو نتاكدو. دونك الزاد شحال كنا لقينا فيها؟ الزاد كنا لقينا فيها 45، الزاد كنا لقينا فيها 45. دونك غادي نديرو الراسين تاع 45 الراسين ديالاش تاع 45 او كاري، نقصو منها الار او كاري. الار لقينا فيها 35.97، نقصو منها 35.97 او كاري ايغار. دونك غادي نقسمو على اوميغا، الوغ غادي نقسمو على من؟ على دو بي اف. دونك غادي نقسمو على دو بي فوا 50، تعطينا فوالا، تعطينا 0.086. يعني الا جيت تقول 86 ميلي هنري، دونك يعني هاد لا ديفيرونس هذا راه يعني كيرجع لذاك دوك لي شيفر ابري لا فيرغول اللي كنا كنيجليجيو. دونك هي هادي. دونك عندك زوج ديال الطرق تخدم بها، سواء تخدم بهاد العلاقه هادي، يعني كانت عندك ديجا الزاد وديجا نتايا حاسب الار، دونك غادي تستنتج منها الار اوميغا، وبالتالي تستنتج الار، او تمشي تخدم بالقضيه نتاع الرياكتيف. الرياكتيف كانت اللي كانت ابسور بها لا شارج كامله كتساوي 3 فوا الرياكتيف اللي كانت ابسور بها كل ال، يعني 3 فوا ال اوميغا اي او كاري، وعندك الاي وعندك الرياكتيف توتال، وتجبد الال اوميغا وتجبد الال. فوالا، دونك هذا كان السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني، قال لك لو ريزو اليمونت ايغالمون ان موتور دو بويسونس اوتيل ايغال ا 3 كيلو وات افيك ان روندومون ايغال ا 0.75، لو فاكتور دو بويسونس ايغال ا 0.707، كالكولي لو كورون توتال absorbé par les deux récepteurs et le facteur de puissance de l'ensemble. Voilà. Donc, il y a de la charge. Donc, en parallèle, on va brancher un moteur. Un moteur triphasé. Qui est à tabar charge triphasé. كي تعتبر شارج تريفازي إيكيليبري. على هاد الموتور عطاوني ما عطاونيش لا بويسونس ابسوربي ديالو،
عطاوني لا بويسونس اوتيل، ستادير عطاوني لا بويسونس، عطاوني لا بويسونس ميكانيك. شحال دايرين 3 كيلو وات، وعطاوني لو روندومون، دونك نقدروا نجبدوا لا بويسونس ابسوربي بار لو موتور. دونك حنايا بور ديتيرميني لو كورون توتال ابسوربي بار لي دو ريسيبتور، اول حاجه خصني نلقى الاس توتال. فاش نلقى الاس توتال غادي نديرو لا رولاسيون راسين دو 3 الاو في الاي، ونلقاو لو كورون توتال. باش نلقاو الاس توتال خصني نلقى البي توتال والكي توتال. دابا انا البي والكي نتاع لا شارج ار ال، يعني تاع لا شارج ايكيليبري، ديجا عندنا 2570 و 1930. دابا خصني نلقى البي والكي نتاع الموتور، وبيان سور نجمعو لي بي راسهم ونجمعو لي كي راسهم، ونلقاو الاس، الاس توتال. دونك اول حاجة غادي نشوفو البي نتاع الموتور. دونك هذا كان السؤال الثاني. دونك بي نتاع الموتور شنو كيساوي؟ كيساوي لا بويسونس اوتيل على لو روندومون. علاش؟ لان لو روندومون كيساوي لا بويسونس اوتيل على لا بويسونس ابسوربي. الو لا بويسونس اوتيل اللي عطاوني سي اون بويسونس اللي هي ميكانيك. انايا بالنسبه ليا الموتور راني كنشوفو دو بوان دو في يعني الكتريك، سي اون شارج اللي هي كي ابسورب لينيرجي الكتريك. دونك الغرض ديالي بلا بويسونس ابسوربي يعني نتاع الموتور. دونك شنو غادي يساوي لينا بي نتاع الموتور؟ الو لا بويسونس اوتيل عطاوني فيها تاع الموتور، عطاوني فيها 3 كيلو وات اللي هي 3000، ولو روندومون 0.75. دونك غادي نديرو 3000 على 0.75. دونك شنو غتعطيني في لا بويسونس تاع الموتور؟ 3000 ديفيزي بار 0.75، راه عندي فيها 4000 وات. دونك هذه هي لا بويسونس اكتيف اللي ابسوربيها الموتور. كذلك يخصني حتى الكون تاع الموتور. الو بالنسبه للكون تاع الموتور استعملوا العلاقه بي تاع الموتور فوا طونجونت في اللي غادي نجبدوه بالكوس في تاع الموتور. دونك الكوس في تاع الموتور شنو عطاوني فيه؟ 0.707. اول حاجه خصني نلقى طونجونت. شنو كنديرو؟ كنديرو لارك كوسينوس حيت الكوس في 0.707. دونك نديرو لارك كوسينوس نتاع 0.707 غادي يعطينا الفي، وهاد الفي اللي غادي يعطيها لنا شنو غادي نديرو لها؟ غادي نديرو لها طونجونت. فوالا دونك تقريبا طونجونت تاع 45 درجة تقريبا فيه واحد. دونك فاش غادي نضربوها؟ غادي نضربوها في لابويسونس اكتيف تاع الموتور. الو لا بويسونس اكتيف لقينا فيها 4000، غادي تخرج لنا تقريبا بحالها، حتى هي تخرج 4000. شنو غادي تعطينا؟ 4001.2. دونك ناخدو 4001.2، دونك 4001.2 فار. فوالا دابا هادي لا بويسونس رياكتيف. دونك انا ما غاديش نحسب لا بويسونس ابارونت ديال الموتور. حيت السؤال باغيين هما لو كورو توتال ابسوربي، وبالتالي خصني لا بويسونس ابارونت نتاع لونسومبل ماشي نتاع الموتور. دونك باش نلقى لا بويسونس نتاع لونسومبل خصني نلقى البي توتال، يعني بي نتاع الموتور مع بي نتاع لا شارج الاولى، هذه نتاع شارج تريفازي. ونفس الشيء بالنسبه للكيو عاد نستنتجو الاس. دونك بي توتال شنو كتساوي؟ بي توتال غادي تساوي بي نتاع الموتور زيدو عليها البي نتاع ديك لا شارج ار ال. دونك شنو غادي يكون؟ بي نتاع الموتور لقينا فيها 4000 زائد، دونك عندي هنايا 4000 بي نتاع الموتور زائد البي نتاع لا شارج ار ال عطاولي فيها 2570 زائد 2570. شنو غادي تساوي؟ دونك عندي 4000 زائد 2570 6570.
دابا هذه هي بي توتال تاع لونسوم. الو نفس الشيء بالنسبه للكيو توتال تاع لونسوم، غادي نديرو فيها الكيو تاع الموتور زائد الكيو تاع ديك لا شارج ار ال. دونك الكيو تاع الموتور شنو لقينا فيها 4001.2 زائد الكيو تاع لا شارج ار ال عطاولي فيها 1930. دونك زائد 1930 شنو غادي تساوي لينا؟ 4001.2 زيدوا عليها 1930، 5931.2، 5931.2 فار. مزيان. دابا عندي بي توتال والكي توتال، نجبدوا الاس اس توتال باش بالعلاقه نتاع بيتاغور. بي توتال او كاري راسين بي توتال او كاري بلس كي توتال او كاري تساوي. دونك عندي نديرو الراسين ديالاش بي توتال لقينا فيها لقينا فيها 6000، لقينا فيها 6570 او كاري بلس 5931، 5931.2 او كاري هنا فيها 8851.2 فولت امبير. 8851.2 فولت امبير. فوالا. دابا عاد هاد اس توتال شنو غادي نديرو لها؟ اس توتال غادي نكتبوها على شكل راسين دو تروا حيت لا شارج ايكيليبري تاع توتال فوا الاي توتال. دونك الاي توتال شنو غادي يساوي لينا؟ غادي يساوي اس توتال ديفيزي سو راسين دو تروا فوا او. يلا نحسبوها. دونك هادي اللي كانت خرجت لنا دابا اس توتال، هادي لما غادي نقسموها على نقسمها على راسين دو تروا فوا او. الاي هو 380 ونضربو في راسين دو تروا. دونك عطاتني 13.44 امبير، 13.44 امبير. دونك هذا هو لو كورون توتال اللي غادي تابسوربيه لونسوم، يعني ديك لا شارج الاولى، حيت لا شارج الاولى راسها شنو كانت كتابسوربي؟ كانت ابسوربي 4.88. دابا لونسوم كي ابسوربيو شحال؟ كي ابسوربيو 13.44 امبير. دونك هذا هو السؤال اللي كانوا طالبين منا. السؤال الثاني الكورون توتال بغاو حتى الكوس في تاع لونسوم. فوالا دونك كوس في تاع لونسوم يعني بغاو الكوس في توتال. دونك غادي نديرو بي توتال نقسموها على اس توتال شنو غادي تساوي لينا. البي توتال شحال كنا لقينا فيها؟ هي بي توتال 6570، 6570 على من غادي نقسموها على اس توتال اللي هي 8851.2 شنو غادي تساوي؟ 6570 مقسومة على 8851.2 فين شنو غادي تساوي؟ 0.74. دونك هذا هو الفاكتور دو بويسونس جلوبال ديال لونسوم. دابا بالنسبة لا تروازيام كيستيون، قال
قال لك اون سو بروبوز دو ريفي لو فاكتور دو بويسونس دو لونسومبل ا 0.9. دونك ديجا عندنا حنايا عندنا 0.74 بغينا ردوها 0.9. الوغ السؤال الاول بوركوا ريفي لو فاكتور دو بويسونس. فوالا ديما كنهضروا على هذا الاخر وديجا شرحناها في لي فيديو نتاع لاميليوراسيون تاع الفاكتور دو بويسونس، وقلنا وهو لا ديمينيسيون تاع لو كورو ابسوربي. علاش؟ من حيث ان لا بويسونس توتال كتساوي دائما راسين دو 3 او فوا اي فوا كوس في. الوغ وبالتالي داك لو كورون اي شنو كيساوي؟ ديك لا بويسونس ديفيزي سور راسين دو 3 فوا او فوا كوس في. الوغ دونك اوتوماتيكمون انت فاش غادي تطلع الكوس في لانه في المقام، والكورون غادي ديمينيي، وبيان سور لا بويسونس توتال ما غاديش تبدل. دونك يعني ديجا هذا ستان افونتاج بور لا ميم بويسونس اكتيف. يعني اوليو باش غادي الابسوربي واحد الكورون كبير، غادي الابسوربي واحد الكورون غير صغير، وبالتالي غادي ديمينيي لي بيرت في لين. فوالا دونك دوزيام كيسيون، قال لك كيل مونتاج بروبوزيفو. دونك هنا بالنسبه للمونتاج حنا كنطلعوا الفاكتور دو بويسونس بار لانستالاسيون تاع لي باتري دو كوندونساتور. الو بالنسبه لي باتري دو كوندونساتور، هنايا عندك زوج امكانيات، يعني سواء تبرونشيهم على شكل اطوال، في هذه الحاله غادي خصك تحسب الكاباسيتي اللي كنسميوها سي اي غريك، او تبرونشيهم تريون على هذا الشكل، وفي هذه الحاله غادي خصك تبرونشي لي كاباسيتي اللي سميهم سي دلتا. الو حنا ديجا شفنا لي رولاسيون، ما نعاودوش نديمونطريو عليهم. بالنسبه للسي دلتا شنو كتساوي؟ ديك بي توتال فوا تانجونت في موان تانجونت في بريم سور 3 اوميغا او كاري. وبالنسبه للسي اي غريك نفس لا رولاسيون، ما يكونش فيها 3. دونك بي توتال اللي عندي فوا تانجونت في موان تانجونت في بريم ديفيزي سور اوميغا او كاري. دونك الفرق ما بين هاد العلاقة وهاد العلاقة كاين غير في هاد التروا هادي. إلا بغيت تبرونشي بهاد الطريقة سي دلتا، ها شنو كتساوي؟ وإلا بغيت تبرونشي بهاد الطريقة سي إكراك، ها شنو كتساوي؟ ألوغ هما قالك كاين المونتاج يعني اللي غادي يعني تختار. ألوغ المونتاج اللي غادي نختارو هو سي دلتا. علاش؟ لأن إلا لاحظتو معايا هنايا سي دلتا شنو كتساوي؟ سي دلتا كتساوي هادشي اللي في سي اي غريك ومقسوم على 3. سي اي غريك مقسوم على 3، وبالتالي يعني ما يعني عندنا الربح اننا نخدمو بواحد لا كاباسيتي اللي هي يعني اقل بثلاثة د المرات على لو كان كنا غادي نخدموها بليطوال. يعني هنا كاستيون تاع كاستيون دوكو. دونك ساشون بلي غادي يديروا لي نفس الخدمه، الا جبت سي اي غريك حسبتها يعني بهاد لا رولاسيون وبرونشيت مع لو ريزو، او سي دلتا حسبتها بهاد لا رولاسيون وبرونشيتها مع لو ريزو، وسي دلتا درتها اون تريون وسي اي غريك درتها اون نيتوال، غادي يديروا لك نفس الخدمه، وهي غادي يطلعوا لك داك الفاكتور دو بويسونس، غادي يطلعوه لك من القيمه اللي راك فيها القيمه اللي في راك باغي. دونك بويسكو سي دلتا كتكون صغيره على سي اي غريك بثلاثه د المرات، دونك غالبا كدائما كنختاروا سي دلتا على سي اي غريك. دونك نختاروا هذا المونتاج تاع برونشمون اون تريون. الوغ من بعد قال لك كالكولي لي فالور دي زيليمون نيسيسير، يعني غادي نحسبوا هذا سي دلتا شنو غادي تساوي لينا. دونك غادي ناخذوا هذا لا رولاسيون. اول حاجه خصني نشوف دوك لي طونجونت في ولي طونجونت في بريم. دونك حنايا شنو كان عندنا في الاول؟ كانت عندنا كوس في شنو كتساوي اللي لقيناها كوس في جلوبال، لقينا فيها 0.74. دونك كوس في فيها 0.74. الوغ نحولوها للطونجونت، شنو غادي نديرو؟
اول حاجه نديرو الكوسينوس موان زان، يعني لار كوسينوس نتاع زيرو 74 ايغال، وهذا الشيء نديرو له طونجونت، دونك تعطيني 0.90. الوغ كوس في بريم، فين بغيت نمشي؟ كوس في بريم بغيت نمشي، قالوا لي سميتو الزيرو نف. الوغ زيرو نف، الوغ غادي دونك طونجونت في بريم شنو غادي تولي؟ غادي نديرو لارك كوسينوس نتاع زيرو نف شحال تساوي، وهذا الشيء غادي نديرو له طونجونت 0.48. دونك نحسبو، دونك سي دلتا شنو غادي تساوي لنا؟ بي توتال شحال لقينا فيها؟ بي توتال لقينا فيها راه هي هادي، لقينا فيها 6570. دونك عندنا 6570 مضروبة في طونجونت في اللي هو 0.9 مو طونجونت في اللي هو 0.48 ديفيزي سير 3 في اوميغا يعني 2 بي فوا اف يعني فوا 50 فوا 380 او كاري. شنو غيتعطي لنا في السي دلتا؟ دونك عندي 6570 مضروبة فاش 0.9 نقسم منها 0.48 تساوي، ونقسموها على من؟ على 3 مضروبة في 2 بي مضروبة في 50 مضروبة في 380 او كاري. تعطيني نحولوها للميكروفاراد، 1 2 3 4 5 6 دونك 20.27 ميكرو فاراد، عطاتني 20.27 ميكرو فاراد. دونك هادي هي كاباسيتي يعني نيسيسار يعني بور لو مونتاج تريونغ بور رولفي الفاكتور دو بويسونس دو 0.74 ا 0.09. الوغ هنايا الى وليت لكم على واحد مثلا كنا بغينا نديروها بالسي ايكغاك وكنبغيو نديروها بالسي ايكغاك، الوغ السي ايكغاك شنو غادي يساوي؟ غادي يساوي 3 فوا سي دلتا. دونك كان بغيت تحسب السي ايكغاك نورمالمون شحال غادي يخرج لك؟ يعني بلا ما تعاود تحسبها يعني غير نفس هاد القيمة، هاد القيمة اللي خرجت لنا شنو غادي ندورها؟ نضربوها نضربوها في 3. دونك شنو غادي تعطينا؟ تعطينا 60.82 ميكرو فاراد، يعني اللي هي كتمثل 3 فوا سي دلتا. دونك ما خير نخدمو ب 20 او نخدمو ب 60. دونك يعني هنايا لا يعني نورمالمون 60 ميكرو فاراد يعني كاباسيتي غادي تكون مكلفة على انك تخدم بها الكاباسيتي نتاع يعني 20 ميكرو فاراد. دونك داكشي علاش كنختارو المونتاج تريون. ابري لا ديرنيير كيسيون قال لك كالي الور لو كورون دو لين. دونك بالنسبه لو كورون دو لين غادي نوليو غير لهاد لا رولاسيون هادي، فين هي هاد لا رولاسيون؟ كوبيوها فوالا. شنو قلنا في الاول؟ في الاول كان كوس في شحال؟ كان كوس في كانت فيها هاد الكوس في شنو كان فيه؟ كان 0.74. شحال كانت الكورو عندي؟ الكورو كنا حسبناه ديجا، كنا لقينا فيه فوالا لقينا فيه 13.44، كنا فيه 13.44. دابا زدنا الباتري دو كوندونساتور، لا بويسونس اكتيف ما غاديش تبدل. شنو غادي يوقع؟ غادي نطلعوا في الكوز في. الو مين غادي يطلعوا في الكوز في شنو غادي نردوه؟ غادي نردوه 0.9. الو فاش غادي نردوه 0.9 الكورو شنو غادي يولي؟ غادي يولي اي بريم. دونك اي بريم شنو غادي تساوي لينا؟ اي بريم غادي تساوي بي توتال اللي هي غير نفسها ما تبدلتش على جدر 3 ها مضروبه فوا اي مضروبة فوا كوس في جديد اللي هو زيرو مضروبة في زيرو نف. الو نحسبوها، البي توتال قلنا لقينا فيها انا ديجا حسبناها، البي توتال هي هادي 6570
دونك 6570 مقسومة على جدار 3 في 380 مضروبة في 0.9. على شنو غادي تعطيني؟ هذا نسميها كورو اي بريم، حيت كوس في ولا كوس في بريم. دونك شنو غادي تعطينا؟ 6570 مقسومة على 380 فوا 0.9 فوا راسين دو 3 تعطيني 11.09. لاحظوا معايا الكورون ولا 11.09 امبير. من بعد ما كان 13.44، كان 13.44 فاش كان عندي كوس في 0.74، دابا ولا 11.09 فاش ولا كوس في يساوي 0.9. دونك هذا سي ان افونتاج اللي ديجا شرحناه في السؤال بوتي تا، اللي قال لك بوركوا رولفي لو فاكتور دو بويسونس، قلنا بور ديمينيي لو كورون ابسوربي، وبالتالي غادي نديمينيو لو كورون نديمينيو لي بيرت في ليلي. دونك فوالا، دونك هذا كان لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 51. دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.